يعول عليها إتقان واحتراف يليق بمصر. صوته معجون بالنغم بانسيابيه عاليه، فهل سيكون محمود السيد عبد الله سفير مصر في جائزه العميد الدوليه ويتأهل للمرحله النهائيه؟ أداؤه الليله سيحدد ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد لتجدن الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة ردة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن من

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما فاثابهم الله بما قالوا جنات فيها وذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم حياكم الله مشاهدينا الكرام استمعنا لتلاوة طيبة للمتسابق محمود السيد عبد الله من مصر طيب الله أنفسكم على هذا الأداء لجنة التقييم وأبدأ مع الدكتور باسم العابدي تفضل بارك الله بك أستاذ محمد حياك الله سيدنا الشيخ محمود الله يبارك بك الله لمصر يد بيضاء في وضع علامات الوقف والابتداء نعم والشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني له هذه اليد وكثير نعم. من علامات الوقف والابتداء هو الذي ثبتها على المصاحف تمام نعم. قراءتك وتلاوتك كانت جيدة نعم. ولكن لعل الجمل النغمية أخذتك من بعض المواطن التي ما كان ينبغي لك أن تقف فيها ونحن أوصيناكم أكثر من مرة وقلنا لا ينبغي لكم التكرار وقد كررتم في هذه التلاوه في المرات المقبله اسال الله لك التوفيق، شكرا الله الشيخ محمد فهم عصفور تقييمكم. حياك الله استاذ محمد وحيا الله شيخنا الكريم شيخ محمود ومبارك لكم التاهل التاهل لهذا الدور ونسال الله المزيد من التقدم امين يا رب امين يا رب القراءه جيده ورائعه والاحكام ايضا جيده ومخارج وصفات واحكام ولكن كنت اريد ان اقف على سؤال واحد انتم تقرؤون من طريق الشاطبيه او المصباح والروضه طيبه طيب النشر، يعني تقرؤون بتوسط المنفصل ام بقصر المنفصل؟ بقصر المنفصل بقصر المنفصل، نعم. لانه بعض لانه من طريق طيبه النشر، المصباح نعم. والروضه، نعم. لان بعض المواضع انت مددتها في المنفصل والبعض الاخر قصرته ترى اعينهم نعم ترى اعينهم انا مددتها يعني كسهوة نعم. اي نعم يعني انت تقرا بالقص، يعني نتعامل على هذا الاساس. أيوة نعم. الله يبارك في عمرك وما عدا ذلك القراءه جميله يوجد بعض الاخفاقات البسيطه ان شاء الله نترك الحديث لشيخنا دكتور عمر فيها ان شاء الله. شكرا, شكرا شيخنا حبيب. الحبيب الله بارك حبيب. الله فيك انت اجدت واوجزت وعجزت الشيخ محمود ما شاء الله السيد كنت حاضرا وكان حضورك ما شاء الله في التلاوه ما شاء الله تفعلت مع الآيات ويعني تأثرت بها فلذلك هناك بعض الهنات ربما الإنسان عندما يتفكر في المعاني ربما تزول بعض الأمور الدقيقة في التلاوة بينها ما نبهنا عليه سابقاً وهو تمطيط المدور الطبيعية وكذلك السكتات التي لا ينبغي أن تكون لأن لا توجد هنا سكتة في هذا الموضع وكذلك انتبه إلى الهاءات تخفيف الهاءات كأنها مزات مسهلة وكذلك الطاء نطامع شائبة همس فيها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تتجنبها إن تأهلت إلى الدور النهائي إن شاء الله بإذن الله تعالى شكرا الله الله لكم أستاذ عماد رامي الحقيقة أنا أستاذ الله يعطيك العافية عم عم يعني أنا بقدر أنك أنت تقرأ بحرفنة بس ما بدي أحطك أنا قراءتك اللي أهلتك لهون كانت أفضل من هلأ قراءتك هي اللي سمعناها اليوم تنقسم إلى قسمين القسم الأول كان لا بأس فيه القسم الثاني من عنف أثابهم وانتقلت لبيات ثاني هذا البيات انتقلت في انتقال خطأ يعني عم تحاول كنت تعمل جمل جديدة أو جمل نغمية جديدة لكن ما وفقت بهذه بهذه القراءة بارك الله فيك الله يوفقك شاء الله اختم معكم السيد حسنين تفضل خدمتكم ان شاء الله تعالى طيب الله انفاسك يا حبيبي شيخ محمود حبيبي. شيخ محمود واضح من ادائه انه واصل الى مرحله الاحتراف نستلذ بادائه لا يخدش الاذن بصوته وان كان انتقل الى جوابات العاليه الى حد ما ويعرف مقدار صوته التنقلات بين المقامات كما اشار الاساتذه فالاحترافيه واضحه اصل فكرة المقام كما اشرنا في وحدة من الحلقات الماضية فكرة وتطبيق وتنفيذ. الفكرة موجودة هو يستخدم الفكرة المبسطة ليس فيها تعقيدات وليس فيها تركيبات عدا التركيبات اللي يستخدمها في مقام العجم وكذلك الإشارة لمقام العراق وأيضا إلى البزرق جيدات ذني كانن هو بالتالي يستخدم التي ليس فيها تفاصيل كثيرة تعقد حتى الأذن وفهم المعنى وفهم المقام. هو يستخدم هذا المتوسط وبالتالي يؤدي بشكل جيد ولكن انا اسجل نقطه على الاحترافيه الواضحه في التنقلات بين المقامات واكتمال المقامات بسرعه يعني سريعه جدا كل مقام ياخذ جملتين يكمل ابعاده الى حد ما ولو اعطي وقت اكثر لاستطاع ان يؤدي بشكل اجمل ونتمنى له الموفقين ان شاء الله تعالى محمود السيد عبد الله من مصر الله مثلت بلدك خير تمثيل شكرا يحفظك. جزيلا لكم الله يحفظك. فيك. الله, يحفظك. لكم. الله يحفظك. فيك حبيب. شكرا جزيلا السلام عليكم, السلام عليكم.